هناك مرضى مصابين بأمراض مزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب وغيرها، وقد يتغير نمط الاستخدام لأدويتهم خلال الصيام. من هنا جاءت حملة أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار أنا ودوائي في رمضان، والهدف منها هو توعية هؤلاء أثناء صيامهم للتعريف بكيفية تناول وترتيب جرعات الأدوية في شهر رمضان. هذه الحملة اللي نقوم فيها والنصائح اللي نوجهها تجمع بين المحافظة على صحة المريض وبين الاستجابة لنداء الرحمن للصيام في هذا الشهر الفضيل. المهم أن المريض لا يترك أدويته، لكن مهم أهم شيء يراجع الطبيب عشان يحدد له مواعيد التغيير في مواعيد الأدوية، وربما يحتاج إلى تقليل الجرعة حسب الغذاء اللي يأكله. اشتملت فعاليات الحملة على العديد من الفقرات وجانب من الإرشادات حول الاستخدام الأمثل والآمن للدواء في الشهر الفضيل، وتوزيع الكتيبات والمطويات التثقيفية عن أدوية السكري وضغط الدم مع تعليمات حفظ الدواء في المنزل. الصيدلي له دور محوري وهام في توعية بالأدوية، وحنا دورنا كجمعية نسقنا مع جميع الصيادلة في جميع المحافظات السلطنة لاستقبال مساهماتهم، بعدين تم طباعتها وتوزيعها عليه، وهذا تعتبر هذه الحملة كتدشين لهذا الشيء. نتحدث اليوم عن كيفية استخدام الدواء في شهر رمضان، وكيف يمكن للمريض أن يأخذ المشورة الدوائية قبل لا يبدأ شهر رمضان. يجب على المريض زيارة الطبيب ليتمكن لمعرفة حالته إذا كان ممكن الصيام أو لا يمكن أن يصوم يعني في شهر رمضان. طرق التغلب على الجوانب السلبية لاستخدام الدواء ووسائل المحافظة على الصحة خلال فترة الصيام أيضا كانت ضمن حملة التوعية هذه، ولم تغفل الحملة عن الجوانب الشرعية ومدى السماح للصائم المريض بالإفطار عند الضرورة، فقد أشركت معها الجانب الديني من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للفتوى لبعض الحالات، وذلك للحفاظ على صحة الإنسان في كل أحيان. الحملة هذه ستستمر خلال الفترة القادمة لتجوب محافظات السلطنة لتعرف بكيفية استخدام الدواء في شهر رمضان الفضيل خلال الصيام. إبراهيم بن سالم الهادي، مسقط.